هذا نسخة من المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلافته كانت 23 إلى 35 هجرية، 644 إلى 656 ميلادية. إن هذا المصحف الشريف الذي يحفظ أصله في متحف قصر توب كابي بتركيا كان قد أهدي للسلطان العثماني محمود الثاني في عام 1226 هجرية 1811 ميلادي من طرف والي مصر محمد علي باشا. كتب المصحف الأصلي بالخط الكوفي على الرق. هذه فاكسيمالي of the Holy Quran attributed to that third caliph Uthman bin Affan and datable to 23 to 35 هجري. هذا هذا نسخة من مصحف عثمان. ملاحظ ما في تنقيط، كان زمان ما في تنقيط، كتابة بدون تنقيط. الله حليم حكيم. والله سميع حليم. والله سميع حليم.